طيب يحق ليه تحلق الناس بعشرة جنيه؟ نحن الناس بعشرة جنيه؟ آه. آه جودة يعني كل واحد بمقدرته. يعني واحد اداني 100 هقول له لا، بس يعني واحد اداني غلبان مثلا في العملية. طيب الله يبارك فيك. كم ولد عندك؟ إيه؟ كم ولد عندك؟ عندي ثلاثة. ثلاثة؟ ثلاثة عاطلين. عاطلين؟ الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. أنت كم عمرك يا حاج؟ 50 تعليمة. كم عمرك أنت ما شاء الله؟ أنا هم كم عمرهم؟ أنت؟ أنا 68 سنة. 68؟ آه. ما شاء الله. ما يعني هم سووا أكثر بس من الهم بقى وبتاع. والحمد لله. الحمد لله. 68 سنة وما زلت تشتغل؟ آه لسه، عامل إيه طيب؟ ما فيش حد بيأكلني، ما حدش بيعوني. عامل كنت شغال مش هاكل بصراحة يعني. طيب المحل ليه كده قديم؟ المحل ليه كده قديم؟ محل يعني قديم يعني؟ آه. هم من زمان بقى، من كان ابويا مأجره زمان، والدي ابويا الله يرحمه. اه ما شاء الله. وانت تكمل شغل ابوك، ابوك كان حلاق؟ اه ما شاء الله. واولادك؟ ايه؟ اولادك؟ اولادي هو اخواتي يعني اخواتي. لا اولادك انت حيحلقوا؟ لا لا قاعدين، واحد يتعلم وقاعد يدور على شغل مش لاقي شغل. والتاني مش شايف المحل بيديله مرتب ضعيف. ما عنده عيال. طب انت ظروفك ايه يا حاج؟ الحمد لله الحمد لله، يوم كده ويوم كده تتعشى وخلاص. الحمد لله الله يسترها معاك يا رب. الحمد لله. تقعد جنبك شاي يا حاج. احنا عندنا هديه ليك. ايوه ليك. شوف الهديه. اللهم صل على النبي. الله يبارك لك يا رب، ربنا يسترها معاك، ربنا يبارك لك يا رب. هديهم والله لاولادي غلابه غلابه والله، ملايين ياكلوا. الله يبارك فيك. معاك. الله يبارك فيك. اقعد اجيب لك شاي ولا حاجه. الله يبارك فيك. افلك دقنك شويه. والله انا ودي اخف دقنك. ودي اخف دقني. حتخف دقني يا شيخ؟ بلاش شويه. بس بشرط يا حاج، دلوقتي المفروض بالفلوس دي تجدد المحل. ماشي. والله اصل هنا يعني زي ما تقول انا كبرت والناس بتخاف مني. قال بيجيب منهم حاجات للعيال والله، هدوم واكله. ودي الواد ابن الواد عايز عندي عايز ظروفه تعبانه قوي والله، عنده ثلاث عيال والله. فدي له مبلغ يمشي حاله ويجيب له حبه يدي يجيب لها علاج، مرته عيانه برضه بجيب لها علاج والله، ربنا اللي يعلم. وانا شاكر افضالك ده، ربنا بعتك يعني هديه لينا. الله يبارك فيك. الله يستر عليك. الله يبارك فيك. حضرتك في اليمن بقى ولا من السعوديه؟ من الامارات. الإمارات. الإمارات أجدع ناس يا عم. والدي الله يرحمه الشيخ زايد طلع على مصر هنا. الله يرحمه. بنت الشيخ زايد يعني ناس. الله يبارك. يبارك لك يا رب. يبارك لك يا معاك. طيب يا حاج، أنا شاكر أفضل. الله يبارك فيك. إحنا عاوزين نفتح لك محل برا كبير. ما أنت عايز تفتح محل برا؟ آه. بس يعني خلاص بقى السن كبر بقى يعني طيب. مش عارف يقولين بتاعي دون 10 دون 20 وبتعشى وخلاص. طيب انت عاوز تفتح ايه؟ مشروع ايه؟ عايز اعمل مشروع ايه؟ اه ايه اللي يناسبك؟ والله انا كل هم ولادي، انا خلاص يعني كنت تساعد عيل من ولادي لوك ثواب، والله ما اقول لك يتعبوا عليك والله. يعني كل همني خلاص، انا خلاص رجله بره ورجله جوه. الله يعطيك الف عافيه. والله المبلغ ده هوديه لهم ياكلوا بيه العيال والله غلابه، واجيب لهم علاج. كويس. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك. شوف ده. الله يبارك لك يا رب. يا رب. الله يبارك لك يا رب. استرها معاك يا رب، وخليك لاولادك، انا في اولاد، ويكفيك شر المرض يا رب. يا رب. طب شوف اتاكد مني. اتاكد مني. اتاكد مني يا حاج. مين؟ شوف. لا خلاص بقى، شوف ايه بقى، ده حاجه نفحه مداريه، دي نفحه مداريه حلوه. انا لا عندك حاجه كتر الف خيرك، الله يسترها معاك. الله يبارك فيك. الله يسترها معاك. الله يبارك فيك. طب دلوقتي انا عاوزك تحلق لي. من عمي؟ تحلق لي. احلق؟ قاعد تحلق؟ اه. تعال. يلا نحلق. أوه. بس نسكر باب المحل. نسكر باب المحل عشان ما حدش يشوفنا. نقفل الباب يعني؟ اه نقفله. يلا بسم الله. ماشي. خلينا نحلق. يلا قفلوا يا حاج. يلا شغل المروحة يا حاج. يا حاج أنا عاوز أقول لك حاجة قبل ما أمشي. أنا عاوز أقوله إن الله يبارك فيك، لازم تعدل المحل ده. ماشي. وربي يصلك، أنت إنسان تساعد الناس في الخير، وعشان كده إحنا جايينك.
ماشي أبويا. يعني إحنا سمعنا إن أنت تساعد الناس وتحل الناس الغلابة وتحل الناس اللي ما عندهمش فلوس. فده السبب إن إحنا زرناك. ماشي. الله يبارك فيك. يعني تضبطوا يعني. أيوة تضبطوا أو تعمل محل كبير. إن شاء الله. يا رب. يا رب. يا رب. تخفى شوية. يلا نخفها. انت تشوف كويس يا حق؟ يعني اقوال يعني ايه؟ يعني ما يبارك لك ولا بنا نصولها معاك العقل. انت 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 شايف يعني لو تخدم مية مية. يلا اسمك غيث صح؟ اي اسمي غيث. اسم المحل على اسمك؟ اسم المحل على اسمك. وانا غيث على راسي الشرع. الله يبارك فيك. احنا سمعنا ان انت تساعد الناس. اي الحمد لله. والحلاقه برا بخمس ست الاف. اي هم الشرط يعني اكو خمسة اكو اكثر. وانت هني تحلق على 2000. والله اكثر اكثر حد هذا 2000 يعني. ليش تساعدهم؟ والله اساعدهم. احنا اني نفس الحاله كوضعيتي تعبانه ووضعيه المخيم تعبانه. صحيح هم يستلمون شهريه ويستلمون غذائيه. بس الناس هم تطلبهم ديان يعني محل يطلبونهم. الحمد لله سعن يجي يتيم يجي فقير يقول انا ما عندي جار ازينه. طيب. ولا الشباب اللي يجون والله هل عنده يعني اللي عنده 1000 اللي عنده 1500 يقدر هل يقدر شيء ينطيني. طيب انت ما عرفتني صح؟ لا والله ما عرفتني. انا غيث من الامارات. اهلين بيك يا هلا يشرف كل الهلا. عرفتني؟ هسه عرفت. طيب احنا جيناك لانك مسمي الحلاق غيث. ايه لانك انت غيث ولانك صدق تساعد الناس واحنا سمعنا ان انت متزوج جديد. اي والله متزوج جديد. طيب عندنا اتفاق معك يا غيث. شوف اللي في الظرف هذا عشان اي يتيم يجي يحلق عندك ما تاخذ منه فلوس لين يخلص اللي بالظرف. انا اكون ممنون من عندكم حيل يعني. الله يبارك فيك. هسه انتم مو ساعدتوني، ساعدتوني انا وساعدت المخيم كله. الله يبارك فيك. والله مو تعود اقول لك قدامك او وراك، والله اسال الناس كلها يعني. اللي يجي هل عنده خاصه اليتيم والفقير والجهال يعني. ازينه زيانه عاديه كمدرسه وهذا ويروح. وانا ممنون من عندكم. الله يبارك فيك. واتمناكم والله تتابعونا كل الله يبارك فيك. احنا لانك تسوي خير ولانك تحب الخير هذا الخير وصلك. اشكرك والله انا. وهذا دورنا معك ودورنا مع اليتيم ان احنا لازم ندعمه. فضل من عندكم. الله يبارك. بس وعد. وعد. اي يتيم بالاسم. وعد من عندي ووعد ويا الله سبحانه. الله يبارك فيك. وان هذا المحل وهذه الحلقه ان شاء الله كلها الا ما يعني لليتيم. لليتيم. ما تاخذ منه فلوس. ما تاخذ منه واللي محتاج. اذا هذا من عندك اللي محتاج. اشكرك انا من نون من عندك استاذ العزيز. خلينا نحضنك. الله يلخص الصورة. لا ممنوع الصورة يا أخي. الله يبارك فيك. سامحنا سامحنا. أتمنى من عندكم تزورونا يعني إن شاء الله. لو بس تتابعونا إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى من عندكم إن شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا يا غيث. يلا بالتوفيق. الله يبارك فيك. يا هلا مع السلامة.